السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البطولة الوطنية إنوي 2021 بفريق الرجاء البيضاوي وبالضبط بسفيان الرحيمي. رغم من بعد ما كنا تمت المناداة علينا من طرف الناخب الوطني خليل وزيتش للمنتخب المغربي، كنا لعبنا الماتش الأميكال الأول، كنت تيتولير، لعبني ك نيف أو أبا سونتر يعني رأس حربة. كنا تعادلنا الماتش الاول اللي ماتش اميكال مع المنتخب الايطالي 1-1. من بعد لعبنا الماتش الثاني اللي اميكال مع صربيا، خسرنا ب1-0. يعني خليل وزيتش هي المنتخب الكوب دافريك او كاس افريقيا. الان نستهلوا البطولة بالرجوع لفريق الرجاء الدورة 22 اللي غنلعبوا مع فريق اتحاد طنجة، راه خارجين عند اتحاد طنجة، لاعبين في تيران ديال طنجة، وندخلوا على بركة الله نلعبوا هذا الماتش هذا. بالنسبة للترتيب ديالنا راه حنا الثالثين ب 35 نقطة، يعني الفرق ما بيننا وبين الجيش الملكي اللي في المرتبة الثانية 3 نقاط، الوداد هي الأولى. وندخلوا نلعبوا الماتش ديالنا. ننتظر انطلاقة الحوار، ننتظر المتعة، ننتظر الفرجة، وننتظر الريتم يليق بكلمة القمة. وهذا الأمسية الكروية الجميلة ومدينة طنجة تنطلق المباراة لتنطلق مع التطلعات والأمال والانتظارات من جانب أنصار الطرفين، لمن ستختبر اليوم في ظل رغبة الرجاء كذلك للوصول لشباك الردية الرأسية، محاولة خطيرة. البداية وهي بداية من جانب أنصار الرجاء، فرصة كان بإمكانها أن تحمل الخبر الصار لأنصار الرجاء من جانب المال من جانب اللاعب فابريس نجوما. المرة الأولى ودي الثانية البحث عن التسديد والضغط الرجاوي مع بداية المقابلة. قلت لكم تعال لكن من بكر بودنا اليوم يدخل إلى جانب مرسى متولي في خط وسط لدى فريق الرجاء الرياضي، تمشي الكرة من عمر البحث عن التسديد لفائدة اليرتاي. شوف التيكي تاكا طنجاوية، محاولة جميلة تسديد جميلة من بناء نجوم من جانب اتحاد طنج، يعني خذوا هات بلقطة رائعة. شوف هذه تحضر تيكي تاكا طنجاوي يقود عبد الغالي معاوي، وكذلك يوسف كرة الحج سددها بين يدي الحارس انس الزيت، يتمكن من يسعد انصار الرجاء الذين تنقلوا بهذه الصورة لكم. قول تقني انفرت عليه لان هذا الوفاء وهذا الحضور. اليوم مدينة طنجة تعيش عرس رياضي بكل ما تحمل الكلمة من غدير ان شاء الله ان يترجم ذلك على رقعة المراوغة. يمشي متولي، يتوغل متولي، هذه عرضية محاولة البحث عن الراسية رائع بالمالوكو، رائع التدخل من هشام نجم، لكن الحكم يعلن عن خطأ لفائدة فريق اليرتي في اللقطة الأخيرة. يعني سيحتضون كثيرا من تحركات بالمالوكو، سيبحثون من اجل ايقاف مد وهجمات بين مالونكو. لاحظنا العرضيه وراسيه بين مالونكو، هل الانسلام من طرف محسن متولي، عطى العرضيه بهذا الشكل على المقص ربيع، خطا موجود في اللقطه الاخيره، لكن شوف اللقطه الاجمل هي رده فعل هشام المشعل. شوف رده فعل هشام من تنفيذ سيكور من عبد الله الحافظ. الحافظ يختار تمرير الكره بهذا الشكل من قوه سرعتها الراسيه بعد عن مبادر مالونكو. المتابعة من هشام المجد في الوقت المناسب، يعني كانت ماكستن جوما افتكاك الكرة بطريقة جميلة من فابريس، مشات الحافظ يسدد فكرة ذكية من عبد الله الحافظ تمر فوق مرمى الحارس هشام المجد، اختار تسديد الكرة بشكل مقوس في اتجاه مرمى الحارس هشام المجد، تمر بسلامة النقطة الأخيرة عن مرمى الحارس هشام المجد. إذا الآن قلت بعض الفرص الضربية الفينة والأخرى سواء من جانب الرجاء أو اتحاد طنجة، لكن يمكن أن نقول أن ربع الساعة هذه في المواسم الأخيرة تبع هذه الكرة الطويلة أمامية خطيرة خطيرة خطيرة. والأمل هجوم
يهجم ولكن ولا يمل عندما يتعلق الامر بمين ماروكو. قلت لكم اتحاد عشا مطالبا يختلط من هذا القناص الذي اكترس هذا في حدود دقيقة الحادي والثلاثين والسادة السيدات لفادة ثمانية فريق الرشرادي. صبحت النتيجة 1-0 الآن سنتابع مباراة أخرى في طريق شمير على الرشرادي لمحسن متولي يتوغل يحضرها عرضية فرصة في المواسم الأخيرة. تبعد كرة طويلة أمامية خطيرة الرشرادي في حدود دقيقة 31. ماذا التسديد وماذا القوة. شوف اللمسة كانت من شرمان من محسن متولي عطى الاسيست سدد تستقر عليه من حارس الشمال مشهد عندما رجع بما حضر وهجوم لكن ولا يمل عندما يتعلق الأمر بمين ماروكو. قلت لكم اتحاد طنجة مطالبا يحتاط من هذا القناص الذي اقتنص هذا في حدود دقيقة الحادي وتفوز في رحم ثلاثة الهدف. وغياب حميد حداد ورحيمي عمرة اليوم. قلت الرجبي من حضر على مستوى خط الرجاء يعني الرجبي من حضر سريعة مشت لي بين مالونكو وتمكن من تبرير العرض الى الحافظي. فرصة خطيرة رجوية خطيرة درع عرضية فرصة رأسية خطيرة شراسي خطيرة جول. ماذا يقول الحكم ركلة جزاء المرة ليهدي شوف التدافع على امتياز حسن الفعل من شديد التطلعات والامان والانتظارات من جانب انصار الفريقين. اليهدي يريد ان يستغل الهدف الذي سجله في اللحظات الاخيره من نقطه الجزاء من جانب السنة سبحان يعطيها فرصة تمريرة خطيرة عندما السلال المنتظر ان يحط الرجل يمرد اليدين اللي يفكر وشمي لكن شوف اللي اعطاها العبها محمود بن حليب واللي يلعبها اعطاها لمن لمستر اسيست عبد الاله الحفيظي. وشوف راوغ بهذا الشكل وياس كذلك النتيجه 1-1. شكرا لك. اذا تمشي كره للجهه اليمنى من عوضها لفائده فريق الاتحاد طنجه انبعت عن الفرصه محاوله عرضيه فرصه خطيره أقل مقعاسي هذه كرة أمامية من عوض العرضية البات عن التسديد بين مالوكو سدد هذا الأول الذي تسديد عليه وهذه لمسة الرجاء تحدث بما وجاب في الملعب حضرت اليوم التيكي تاكا وحضرت اللمسة لمسة متولي والحفيدي ولمسة خط الهجوم بتواجد محمود بن حليب وبين مالوكو حصيته التهديفية مع الرشرادي في البطولة 5-0 استقطت على يمين الحارس هشام النجم وأصبحت النتيجة 4-1 لفائدة فريق الرشرادي. الرشرادي كان سيفانا 24 دقيقة هذه فيها الاقتلاع هذه من مكان مناسب لتهديف من الحارس الأساسيتي. هل تستغل من يلتس الدفاع جانبية غير مقدرة من سفيان حسن عبد الله
الى نفس الاتحاد طنجة في هذا البطولة هذا الموسم. سفير مدن والشيء يعني في هذا الفضل فترة كانت الشتوية. سفير مدن محمد الشيري توفيق تجرات الادوار الموسم البرتغالي كارلوس فورتاس وكذلك عبد الكالي مع التطلعات والامال والانتظارات من جانب انصار الطرفين لمن ستختبر اليوم في ظل رغبة الرجاء كذلك للوصول لشباك الرياضية الراسية محاولة خاطئة البداية وهي بداية لجانب انصار الرجاء الرياضي فرصة كان بإمكانها أن تحمي الخبر الصاري انصار الرجاء الرياضي من جانب النادي جانب اللاعب فابريس نجوما المرة الأولى وهذه الثانية البحث عن التسديد والضغط الرجاوي مع الهيئة المقررة قلت لكم تأكد من بكر بدلاء اليوم يدخل إلى جانب محسن متولي في خط وسط لدى فريق الرجاء الرياضي تمشي الكرة من عمر البحث عن التسديد في أداء اليغتاي اللي بشوف التيكي طاقة طنجاوية محاولة شميلة تسديد شميلة بالبناء نجوم من جانب اتحاد الطنج يعني خذوا هات بلقطة رائعة شوفنا اللي تحضر تيكي طاقة طنجاوية يقود عبد الغاري معاوي وكذلك اللي مع يوسف كرة الحجي سددها بين يدي الحارس انس الزيت يتبكر من يسعد انصار الرجاء الرياضي الذين تناقلوا بهذه الصورة لكم قلت غني عن قلت عليك ان هذا الوفاء وهذا الحضور اليوم مدينة طنجة تعيش عرس رياضي بكل ما تحمل الكلمة من معنى في ان شاء الله ان يترجم ذلك على رقعة المراوغة يمشي متولي يتوغل متولي هذه عرضية وحول الوقت عن الراسية رائع بن مالوك ورائع التدخل من هشام المجد لكن الحكم يعلن عن خطأ لفائدة فريق اليغتاي في اللقطة الأخيرة يعني سيحتاطون كثيرا من تحركات بن مالوك سيبحثون من اجل كاف مد وهجمات بين مالونغو لاحظنا العرضيه وراسيه بين مالونغو هنا الانسلام من طرف محسن متولي عطى العرضيه بهذا الشكل على المقص رفع الخطا موجود في اللقطه الاخيره لكن شوف اللقطه الاجمل هي رده فعل هشام المشعل شوف رده فعل هشام التنفيذ سيكون من عبد الحافظ الحافظ يختار تمرير الكره بهذا الشكل مقوس رفعتها الراسيه رفعتها المبادره مالونغو المتابعة من هشام المجد في الوقت المناسب يعني كانت المقصدين كوما افتكرت الكرة طريقة شميل من فابريس مشيت الحافظ يسدد فكرة ذكية من عبد الله الحافظ تمر فوق مرمى الحارس هشام المجد وكيف سجلت يا بن مالوكو قناصا قناصين ملعب الحراس سدد من بعيد واسكن في شباك هشام المجد اصبحت 4-1 يا بن مالوكو هدفين محمود بن حليم هدفين لكن اللمسه من شوفاني روح الرجاء وهذه لمسه الرجاء نتحدث بما اتابع في الملعب انا اتحدث بما اتابع في الملعب حضرت اليوم التيكي تاكا وحضرت اللمسه لمسة متولي والحفيدي ولمسة خطا الرجول بتواجد محمود بن حليم وبن مالوكو بن مالوكو يرفع حصيلته التهديفية مع الرجاء الرياضي في البطولة 5 أهداف استقرت على يمين الحارس هشام المجد وأصبحت النتيجة 4-1 لفائدة فريق الرجاء الرياضي الرجاء يرفع سيفعلها 4-2 في هذه الأهداف يأتي من مكان مناسب لتهديد مرمى الحارس أنس الزيتي هل تستمر من يقتص جانبية غير مؤخرة من السوفيان خلاص رمضة واحد من تلاوة فرقة الفجاه في هذا الوقت في هذا الموسم سوفيان مدن والشيبطة يعني في هذا الفضل فترة كانت الشتوية سوفيان مدن محمد الشيبي توفيق تجرات الادوار الموسم البرتغالي كارلوس فورتاس وكذلك عبد الكالي وعبد
إذا نهاية المقابلة بفوز فريق الرجاء البيضاوي بنتيجة 2-1، يعني التقييم ديالي لهذا الماتش، هذا أحسن لاعب كان هو بين مالونغو. هنا محاولة الرحيمي ضائعة، يعني الرحيمي خرج المدرب دخل بلاصتو بن حارث في الدقيقة 73 بداعي العياء. يعني ملخص المقابلة، أبرز لاعب كان هو مالونغو. جوني تقريبا انا رحيمي جوني شي 3 المحاولات، سانحة التسجيل ضاعوا، هذه وحده منهم. كذلك هنا جاتني فرصه ديال الهدف بعد مراوغه اللاعب كوياطي. هنا كذلك حفيظ جاتو محاوله بعد باس اللي عطاها الرحيمي ضيعة بالراس. يعني اخطر لاعب كان عند طنجة هو اليكس مي. هنا كذلك محاولة مالونغو سجل من خلال الهدف بعد ما جات للرحيمي وسددها، رشات مات بمدافعين. يعني خرجني المدرب بداعي العاية، يلا جاي من المنتخب الوطني المغربي من بعد ما لعبنا 2 ديال لي ماتش اميكا. هنا الهدف الثاني ديال مالونغو بطريقة جميلة، هنا هدف ديال اليكس مي بعد تمريرة حاسمة من اخريف، يعني بدون رقابة، خطأ ديال الورفلي، يعني ما كانش داير الماركاج مزيان مي. هنا كذلك جاتني فرصة بسفيان الرحيمي بروس محادي المرمى. كذلك هنا جاتني محاولة سانحة للتسجيل بعد ما غلبت على الشيبي في الديول ديالو. يعني تقريبا هنا كان خاصني نبروس لوبيا. هذا هدف مالونغو بطريقة جميلة بعد ما كان باس بتمريرة حاسمة من محمد زريدة. يعني مالونغو هو نجم المقابلة في هذا الماتش. هذا بحال هكا كنكونو سالينا الملخص ديالنا. هنا كذلك جات تسديد الاليكس مي، اخر محاولة كانت في الشوط هذا. اذا احسن لاعب كان هو بين مالونغو، وبالنسبه لطنجان كان اليكس مي. وجدول النتائج ديال الدوره 22 تيكون على الشكل التالي: اكبر المستفيدين هو الجيش الملكي اللي ربح الحسنيه ب3-0، وجدول النتائج وجدول ديال الترتيب تيكون على الشكل التالي: يعني باقي بينه وبين الجيش الملكي 3 نقاط، وبينه وبين الوداد 8 نقاط. يعني الوداد هارب علينا، حنا نحاول ما امكن باننا نتكلاسو بعدا في المرتبة الثانية. يعني هذه يلاه الدورة 22، باقي تقريبا 8 الجولات نحاولوا نتداركوا الموقف. الو بالنسبه لي انا سفيان الرحيمي لعبت 20 ماتش، التنقيط ديالي هو 0.2، ماركيت 2 الاهداف، عطيت تمريره حاسمه وحده. يعني خاصني مزيد من التالق باش يعاود يعيط لي خليل وزيتش ونمشيو نلعبوا معاه كوب دافريك او كاس افريقيا. اذا بحالك الدراري نكون سالينا هذه الحلقة، وكيكون عندنا ان شاء الله الماتش الجاي عندنا شامبيونز ليغ ضد بركان، الكارد فينال ماتش ديال العودة بعد ما كنا لعبنا الماتش ديال لالي او الذهاب كنا ربحنا بواحد الصفر. خاصني نحافظ على هذه النتيجة. اذا نتلاقاو ان شاء الله الدراري في الحلقة الجاية اللي تكون ضد بركان في شامبيونز ليغ كارد فينال، وإلى اللقاء.